بعد قرابة 8 أشهر يعود التلاميذ اليوم إلى مقاعد الدراسة وسط إجراءات صحية مشددة. ينطلق موسم دراسي جديد. أنا فرحانة اليوم نشوف أصدقاء. إجراءات خاصة منها يعني البروتوكول الصحي اللي وضع من طرف الوصاية وزارة التربية حسب يعني الشروط والمقاييس اللي توضعت من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء. إذا لكان لاحظتم على كل مستوى المؤسسات التربوية رحنا بالتفويج أولا لكي ما يكونش اكتظاظ على مستوى الأقسام، ثانيا كل وسائل الوقائية لتحمي التلميذ، ولكن هذا ما يكفيش إذا كان أولياء التلاميذ ما يلعبوش الدور تاعهم كما لازم. إجبارية ارتداء الكمامة، التعقيم واحترام مسافة التباعد إجراءات يتقيد بها التلاميذ، فكيف يحرص القائمون على العملية؟ حطوا في القسم باللي عندنا بين 18 على حسب المؤسسات بين 18 تلاميذ حتى 24 حسب تعداد تلاميذ. تقسيم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين لكل مستوى. طلبنا من السادة المدراء نشر القوائم تلاميذ حسب الأفواج أمام مداخل المؤسسات. ثانيا الاتصال بأولياء التلاميذ عبر الهاتف باش أولياء التلاميذ يعني ما يتقلقوش وما يكونش تجمع قدام المؤسسات، يعني هذا التنظيم. بينما تفرضه الوضعية الصحية الراهنة وتخوف أولياء التلاميذ، يبقى الرهان على مدى احترام الإجراءات الوقائية والمسؤولية مشتركة بين الجميع.